انا بس كان يهمني ان انا اختم كلامي عن موضوع عمرو مرعي وعبد الله سعيد ده بشيء مهم جدا يا جماعه. طول عمري انا لعبت حوالي 5 سنين او 4 سنين في النادي الاهلي، عمري في حياتي ما نزلت مباراه الا بهدف واحد فقط، هدف واحد فقط بس، ان انا اكسب المباراه دي ازاي. عمري ما كنت بلعب في النادي الاهلي، مش انا لوحدي على فكره، كل لعيبه النادي الاهلي، كل لعيبه النادي الاهلي عمرنا ما كنا بننزل في مباراه الا وعندنا حاجه واحده بس او غرض واحد بس، كيف نفوز بال3 نقاط، كيف نفوز بال3 نقاط. فخدوا بال حضراتكم، هي مباراه النهارده ما تفرقش مين اتايد مين ما اتايدش، ما تفرقش مين اللي موجود مين اللي مش موجود، كل مباريات النادي الاهلي، كل مباريات النادي الاهلي اللعيبه ما بتحطش في دماغها حاجه غير حاجه واحده فقط، كيفيه الفوز بال3 نقاط. صدقوني يا جماعه الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم ده انا عشته في فترات طويله جدا 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 داخل هذا النادي العظيم وهذا النادي الكبير.